الصحة والجمال بسبب درجة الحرارة. هذا أو هذه الإحصائية التي أصبحت تمثل خطورة بشكل كبير لا يمكن إغفالها بشكل أو بآخر. لذا فموضوع حلقتنا النهاردة هو ارتفاع درجة الحرارة وما تسببه من ضربات للشمس وإصابات قد تودي بحياة البعض. سنتناقش حول هذا الموضوع مع الدكتور ياسر أبو سعاد أخصائي أمراض البطنة والكلى. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك. إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. إيه رأيك في الجو؟ الجو قاتل الحقيقة. يعني نحتاج يعني إلى الحديث بشكل كبير وبشكل بسيط أيضا حول هذا الموضوع. يعني ارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام أصبح يشكل خطورة بشكل كبير كما بدأت في بداية الحلقة. 77 حالة يعني في خلال 5 أيام ماضية, وهذا هو يعني دي الحالات اللي تم تسجيلها في وزارة الصحة. يعني الناس تعمل إيه في هذه الأجواء أو في هذا الطقس المؤلم؟ هو الحقيقة الموضوع خطير جدا, وكان اختيار الموضوع في الوقت ده اختيار موفق ان احنا نتكلم على ارتفاع درجة الحرارة وضربات الشمس. والناس يمكن عندها اعتقاد من اسم الكلمة ان ضربة الشمس دي بيصاب بيها واحد قاعد في الشمس ساعة ساعتين, كلام زي كده. لا, احنا عندنا حاجتين بيدوا نفس الاعراض ونفس الخطورة, وهما ضربات الشمس او حاجة بنقول عليها الانهاك الحراري او الاجهاد الحراري. جميل, نفرق ما بينهم كده, ما بين ضربات الشمس والانهاك الحراري واللي الناس بتمر بيه اليومين دول. اللي بيحصل ان المريض او الشخص اللي بيتعرض لفترات طويلة للشمس, العمال اللي في الشوارع او حد مشي في الشمس فترات طويلة وما في الجو الحر, درجة الحرارة بنتكلم في 40 و42 درجة في الظل, والناس بتوع الارصاد بيقولوا لنا لا ده على الاسفلت او في الشمس مباشرة بيزيد من 10-15 درجة. جميل. فاحنا بنتكلم في درجة حرارة اكتر من 50 درجة, تصل الى 50, ودي قاتلة. يعني ودي الجسم هنا ضربة الشمس بيحصل فيها خلل في المركز المنظم لدرجة حرارة الجسم. هو حاجة اشبه بالترموستات بتاع التلاجة كده. ده جهاز بينظم درجة الحرارة, عند درجة حرارة معينة بيبدأ الجسم يحصل فيه تغيرات فسيولوجية علشان يقلل درجة الحرارة دي, بزيادة عملية العرق, بتوسيع الشرايين تحت الجلد, في رد فعل فسيولوجي ربنا جعله في الجسم علشان يقي الجسم من درجة حرارة عالية. لكن لما بنوصل لدرجات حرارة عالية قوي زي اللي احنا بنتعرض ليها ونتعرض ليها لفترات طويلة, ويكون الشخص ده عرضة او من الاشخاص اللي عندهم قابلية لحدوث الكلام ده اللي هنتكلم عليهم. يعني مثلا خليني بس اسال سؤال في هذه النقطة, من هم الاكثر اصابة تحديدا يعني بضربات الشمس؟ هل الاطفال, الصغار, الكبار؟ يعني هو اي شخص بيتعرض لفترات طويلة للشمس او لدرجة حرارة عالية مع نقص سوائل في الجسم, ما بياخدش كمية سوائل كفاية, ده عرضة للاصابة. عندي بعض الفئات الأكثر عرضة أو أكثر إصابة, وهم الأطفال صغيرين قوي أقل من 4 سنين, علشان المنظم الحرارة بتاعهم في الجسم ما عندوش قدرة على التأقلم السريع. المناعة أو هذه المناعة حتى ضعيفة. لا, يعني مش مرتبطة بالمناعة أكثر, هو مسألة تأقلم لجهاز المنظم لدرجة حرارة الجسم, بيبقى تأقلمه مع درجة الحرارة بطيء شوية. دول الأطفال أقل من 4 سنين. كبار السن أكتر من 60-65 سنة, دول تأقلمهم بيبقى ضعيف, أكثر عرضة. أصحاب الأمراض المزمنة, الناس اللي عندها سكر, عندها ضغط, عندها أمراض في الكلى, اللي عندهم سمنة مفرطة, اللي عندهم نحافة مفرطة برضو, دول من الناس العرضة للإصابة يعني بضربات الشمس والإنهاك الحراري. جميل, خليني يعني أتحدث بلغة الشارع المصري. يعني الناس اللي بتعرف الشارع دلوقتي, ولو في حد بيسمعنا هيقول لك أنا بمشي في الشارع وشغلي يعني يحتم علي الخروج والعمل, كذلك المزارعين اللي بيعملوا في الأرض يعني يحتم عليهم الزراعة أو كذا, مش هيسقي الزرع بالليل أو مش هيقوم بعملية الزراعة بالليل. إزاي يتخذ إجراءات وقائية للحفاظ على يعني صحته يعني ما يكونش فيها اي مشاكل, وبالتالي برضو يقدر يقوم باعماله وما يصابش باي حاجه؟ هو طبعا احنا ما نقدرش نقول للناس انها ما تخرجش نهائيا وتقعد في البيوت, في اعمال بتتطلب وبالبلدي كده اكل عيشهم ورزقهم. انما الفكره ان احنا في اجراءات وقائيه يجب ان الناس تتبعها علشان تتجنب
عوامل او الخطوره اللي ممكن تحصل من مرض زي مرض ضربات الشمس او الانهاك الحراري. اولا الناس الاكثر عرضه والناس اللي عندهم امراض مزمنه والغير مضطرين للخروج يأجلوا الخروج في وقت الذروه من الساعه 11 لحد الساعه 4 5 العصر. يعني الناس اللي عندها مقدره على تقعد في البيت يتجنب ده يتجنب، انما شخص مضطر بطبيعه عمله بطبيعه شغله بطبيعه سكنه مضطر انه ينزل في الفتره دي لازم يتخذ اجراءات احترازيه. اولا الملابس لازم يلبس ملابس لونها فاتح، بدله مثلا، خلاص بدله التجميل زي حضرتك جايبها دي في عز الصيف، خلاص انا جايب قميص فاتح وخفيف وقطن علشان تواكب التغيير او نواكب درجه الحراره اللي احنا فيها. ف يلبس ملابس خفيفه قطنيه قدر المستطاع عشان امتصاص العرق، اللي يكون لونها فاتح يحاول يستعمل كاب او كاسكته او مظله شمسيه في التحرك في الشمس. لازم ناخد كميه سوائل كفايه خلال اليوم، السوائل دي تبقى ميه تبقى عصاير. يعني في الاجواء دي الناس يعني في الطبيعي ممكن يشربوا من 3 لتر 3 لتر ونص ميه في اليوم عشان بس الدم فيه يعني يقدر ان هو ما يحصلوش لزوجه. طيب في هذه الايام مع ارتفاع درجه الحراره تنصح الناس بانها تشرب ميه قد ايه عشان تحافظ على جسمها؟ احنا بنتكلم في نفس الرينج تقريبا، يزيد شويه، ما بنحسبهاش قوي باللترات لانه كل ما يشرب اكتر كل ما كان افضل، لكن بنفضل في الجو الحر ده والتعرض لدرجات الحراره الشديده والتعرق الشديد ان احنا نركز على عصاير الفواكه ونركز على الخضروات، ناكل الفواكه فيها املاح زياده، لان زي ما حضرتك عارف احنا الجسم لما بيعرق بيفقد ميه وملح، جزء من الميه والملح او الملح، فبالتالي لازم يعني مش مساله ميه بس، فانا لما باخد ميه بس بيحصل خلل في الايونات في الجسم او املاح الجسم، فلازم نعوض الكلام ده بان انا اخد العصائر الفواكه فيها نسبه املاح متعدده، فيها بوتاسيوم فيها صوديوم، لازم الاكل بتاعي يبقى فيه سنه ملح. او نهتم بالفواكه اللي فيها الياف وطبق السلطه الجميل على السفره كده، فيبدا ان هو يساعدنا. لازم في سنه ملح زياده في الاكل. يمكن احنا لما اتكلمنا قبل كده سنه ملح زياده؟ لما اتكلمنا قبل كده في رمضان واتكلمنا على كثره الحوادق وكثره المخللات وقلنا نتجنب الكلام ده والصيام، لكن احنا في الجو الحر ده ومع كثره التعرق وللوقايه من ضربات الشمس والاجهاد الحراري بنقول لازم يبقى فيه سنه ملح، الاكل ملحه مظبوط او زياده سنه بسيطه علشان الصوديوم اللي موجود في الملح ده يعوض الخلل الايوني وخلل الاملاح في الجسم. طيب هنروح لتقرير عن ضربات الشمس. اعزائي المشاهدين هنروح لتقرير بيتحدث عن ضربات الشمس وارتفاع درجه الحراره في العالم بشكل كبير. نروح لهذا التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، فانتظرونا ولا تذهبوا بعيدا عنا. الثمانينات وها هي مساحته الآن منذ 2012 تقلصت ولا تزال بفعل الاحتباس الحراري. قبل سنوات تنبأ خبراء المناخ بارتفاع درجة حرارة الأرض إلى معدلات قياسية مع حلول عام 2020 محذرين من تداعيات التغير المناخي، ويبدو أن توقعات الخبراء صحيحة حيث يشهد كل عام ارتفاعا عن العام الذي سبقه في درجات الحرارة ليسجل أول شهرين من العام الجاري أعلى درجات الحرارة منذ نهاية القرن التاسع عشر. وقد كشفت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة أن شهر فبراير الماضي كان الأشد حرا منذ بدء قياس درجات الحرارة سنة 1880، حيث سجل الشهر الماضي حرارة أعلى ب 86% درجة مئوية من المعدل. قبل ذلك وفي نهاية العام الماضي أعلنت وكالات أمريكية أن العام 2014 سجل أعلى معدلات حرارة على سطح الأرض على الإطلاق، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع حرارة الأرض في مؤشر على إفساد البشرية للمناخ من خلال حرق الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. علم طيرة، العربية. أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم مرة ثانية بعد ما أخذنا تقرير يتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام القادمة وذلك بسبب وجود بعض العادات التي يقوم بها الإنسان وتؤثر في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير. نرجع مرة تانية حضراتكم نكمل موضوع حلقة النهاردة وارتفاع درجة الحرارة. دكتور يعني عايزين يعني ندي تفرقة في بسيطة جدا كده عن الفرق ما بين يعني ضربة الشمس والإجهاد الحراري.
هو احنا اتكلمنا ان العمال الناس اللي بتخرج الناس بتروح شغلها بتعرض لشمس كتير، لكن في نفس الاعراض دي ممكن تحصل لحد قاعد في البيت ويتشخص على تشخيص اخر، وممكن يوصل لمضاعفات قد تؤدي الى الوفاة واحنا مش عارفين. الناس اللي قاعدين في بيوت سيئة التهوية، كبار السن بالذات، اصحاب الامراض المزمنه اللي حركتهم بسيطه وقاعد في مكان مقفول، مفيش تهويه جيده، مفيش تكييف، بيبدا ما بياخدش سوائل كافيه، بيحصل له حاجه اسمها اجهاد حراري. يعني ايه اجهاد حراري؟ يعني الجسم بيفقد سوائل كتير، بيعرق ويستمر العرق ده لفترات طويله، بيفقد ميه، يفقد املاح، يبدا يحصل له خلل في ايونات الجسم واملاح الجسم، خلل في الصوديوم في البوتاسيوم بتاع الجسم، ده بيؤدي الى تغيرات في الجسم، يحصل له ارهاق عام، تعب، تبدا درجه الحراره ترتفع واحنا مش عارفين سبب ارتفاع درجه الحراره ده ايه. حراره بتوصل لحد 40، طب لا ده هو طب عنده انفلونزا، لا ده اصل عنده حمى، لا طب يمكن عنده دور لوز، طب نازله في صدره، طب ما فيش اعراض موجوده. يعني ده يعتبر اجهاد حراري، ده اجهاد حراري، الاعراض موجوده، ارتفاع في درجه الحراره واضطراب، ممكن يوصل اضطراب في الوعي، قيء وزغلله في العينين وغثيان والجلد، يعني حاجه خلل في الاعراض يعني. يعني هي الحاجات الاعراض دي بتحصل لمريض وهو قاعد وما تعرضش للشمس وما تعرضش للحر وفجاه، وطبعا شخص على اي حاجه تانية، لكن يعني فده مشكلته بشكل خاطئ فيتم العلاج ايضا بشكل خاطئ. مشكلته الاساسيه يعني هي الارتفاع درجه الحراره. يعني دلوقتي الناس اللي بتتابعنا بشكل يعني كله دلوقتي بيقول طب انا امتى اعرف ان انا بدات اوصل لان انا يكون عندي ضربه شمس؟ عايزين نقول لهم اسعافات من خلال برنامج اسعاف، إن 1 2 3 انت كده لازم تتجنب الشمس ولازم تتخذ اجراءات وقائيه. 1 2 3 4 احنا لازم ناخد بالنا من الاعراض اللي بتحصل. يعني حد متعرض لشمس، اتعرض لدرجه حراره عاليه، حد من الوصف الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي كتير قوي في بيوتنا وكتير قوي في البلاد بتاعتنا، اللي هبقول الكبار السن او المقعدين او الناس الصغيرين، الاطفال الصغيرين اللي ما بيتعرضش للشمس لكن قاعد في مكان سيء التهويه ودرجه حرارته عاليه، لو زادت درجه الحراره وصلت لحد 40 درجة، لو في جفاف في الجلد، في احمرار في الجلد والعينين، في زغللة، في قيء متكرر، في الاضطراب في الوعي، بدأ يهلوس، بدأ يقول كلام مش مفهوم، أو كل دي أعراض، كل دي أعراض ضربة الشمس، ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري. أول ما أنا بحس بالأعراض دي موجودة لازم على طول في إسعافات لازم أبدأ أتخذها وابدا للوقاية عشان طيب نوصل للتشخيص بتاعنا. دي الاعراض اللي بتحصل لضربات الشمس. في حاجات بتحصل بقى للجسم، يعني ممكن مثلا ممكن يشعر مثلا بالم في الكلى، ممكن يشعر في الم في ما يقدرش يتحرك، ممكن في حاجات تانية ممكن تحدث للجسم، في حاجات طبعا نتيجه لده. في حاجات بتحصل تغيرات في الجسم نتيجة الأعراض الموجودة دي. أنا ممكن المغص الكلوي ده وارد انه بيتكرر وبيحصل، الشد العضلي والتقلصات في العضلات بتحصل، وزي ما بيحصل تقلصات في عضلات الأطراف وتعمل شد عضلي ممكن يحصل تقلصات في عضلات البطن والمعدة فيعمل مغص، يعمل القيء. بيبقى حاجة مشهورة قوي فيها وتغير لون البول، البول بيبقى لونه داكن جدا، فده معناه ان كمية المية يعني قليلة، فكمية الأملاح المخرجة مع البول بتبقى مركزة، فتغير لون البول إلى اللون الداكن ده من العلامات، من العلامات اللي بتؤدي إلى أن وجود فيه اضطراب الوعي والهلاوس اللي ممكن تحصل، عدم القدرة على التمييز أو التذكر، ده بيحصل نتيجة الخلل الأملاح الجسم اللي ممكن دي إلى انتفاخ أو تورم في خلايا المخ، حبول عليه برين إديمة، ودي لو زادت وما تعالجتش صح ممكن تؤدي الى الغيبوبه والى الوفاه. يعني كما حدث في الايام الماضيه يعني حسب وزاره الصحه بنفس الفكره تقريبا او نفس الاصابه حصلت بنفس الشكل ده فادت الى الوفاه. طيب امتى نقول ان في خطوره ممكن تودي بحياه المصاب؟ يعني امتى نفسر ده؟ اول ما نوصل للاعراض العصبيه لازم نروح مستشفى على طول. يعني تفسيرا كده الاعراض العصبيه، الاعراض العصبيه وهي الاضطراب الوعي والهلوسة وبداية فقدان الوعي أو الذاكرة، دي معناها أن أنا في تأثيرات خطيرة على المخ وخلايا المخ، ففي الحالة دي لازم نوصل المستشفى في أسرع وقت، مستشفى حميات،
لو مستشفى الحميات ما مش مؤهله او ما فيش اماكن، لان في الظروف دي انت بتروح المستشفى تلاقي فيه يقول لك فيه سراير كلها مليانه يعني مش مكان، بسبب وجود درجات الحراره ازدحام، تم ملء جميع المستشفيات بشكل كبير يعني. فبنبدا نتوجه لاقرب مستشفى عام او مركزي. طب من خلال برنامج اسعافات، الاسعافات اللي انا اعملها في البيت لو حسيت ان ابني او بنتي او اخويا او والدي او والدتي عندهم ارتفاع في درجه الحراره او انهاك حراري او ضربه شمس او جاي من بره فعنده مشكله، ايه الحاجات اللي انا ابدا اتخذها معاه فورا لحين وصول الطبيب او لحين ان انا انقله لمكان اكثر امن او اكثر رعايه؟ اول حاجه لازم انقل المريض لمكان ظل ما فيش شمس، جيد التهوية، ويستحسن يبقى مكان مكيف، لو مش مكيف يبقى فيه مروحة، دي أول حاجة. تاني حاجة أشيل الملابس اللي ملهاش لازمة، واحد لابس جاكيت تقيل، واحد لابس ملابس تقيل، بخلي خفف الهدوم بتاعته قدر المستطاع. تالت حاجة ببدأ لو هو في الوعي بتاعه فايق ببدأ أديله سوائل، وزي ما اتكلمنا في العصائر والفواكه والخضروات والحاجات اللي فيها نسبة ملح، ممكن أديله شوية شوربة فيهم ملح حايق، ملح كويس علشان نعوض الجزء اللي فقد منه. بديله مية عادية، بتجنب المشروبات اللي هي فيها كافيين، الشاي والقهوه والحاجات اللي فيها نسبه كافيين عاليه. يعني انا اللي انا شربته دلوقتي ممكن يعمل لي ضربه شمس؟ يعني هو بيخلي الجسم اكثر عرضه، لان هو مدر للبول، واضراره للبول ده بيخليه يفقد جسمه، يعني بيخليه يفقد سوائل بشكل كبير. فانا لما بشرب باخد ينسون، باخد حلبه، باخد الاعشاب الطبيعيه، باخد عصاير فواكه ايا كانت، باخد شوربه، باخد عصير ليمون. من هنا دخلنا على المشروبات، ندخل ايضا على المأكولات. هي المأكولات اللي انا حتى في النهار يعني في نهار اليوم ان انا ابدا ابتعد عنها، لان هي بتساعد على يعني ان هي تفقد، تجعل الجسم يفقد جزء كبير من السوائل بداخله، فاحنا نتجنب هذه المأكولات ونتجه الى مأكولات اكثر هو يفضل امنا. يفضل في درجه الحراره عاليه والارتفاع الحراره دي ان احنا ناكل الاكل المسلوق او مشوي بعيد عن الدسم والدهون الكتير، ممنوع الحاجات المحمره والمقليات، الكلام ده يستحسن تجنبه خلال فترات الصيف وارتفاع درجات الحراره. اركز على الحاجات الخضروات كتير، اركز على الفواكه اللي فيها نسبه ميه عاليه علشان تعوض الجسم وتديله الاملاح والحاجات اللي ناقصاها. نكمل اسعافنا. بالنسبة للمريض احنا قلنا هننقله مكان ظل، وهننقله مكان جيد التهوية ومكيف، هنخفف الملابس بتاعته، هنبدأ نديله سوائل، ونبدأ نعمل كمادات. الكمادات دي انا هل يعني في النقطة دي هل الافضل كمادات ولا يعني دش؟ هي الفكرة بقى الافضل في ده. انا عندي اكثر من وسيلة لموضوع الكمادات ده. لازم الحرارة تنزل، لان الادوية اللي احنا بناخدها خفض للحرارة ما بتشتغلش معظمها فوق درجة 39 درجة. دي نقطة. النقطة الثانية ان احنا الجزء الاكبر هنا عندي مش جزء بكتيري او مرضي، لا ده انا عندي الحرارة اللي ارتفعت دي ارتفعت نتيجة خلل في منظم حرارة الجسم، نتيجة نقص السوائل ونقص الاملاح، فانا لازم اعوض الكلام ده، فبنزل الحرارة بالكمادات. الكمادات دي ممكن تبقى دش، ان هو ياخد يعني حمام يعني حمام. خليني بس في نقطه الكمادات دي، عشان بعض الناس بتعمل الكمادات غلط. احنا بنتكلم فيها هنعمل الكمادات ازاي. هو في هنا شريان اسمه شريان السباتي، هل يتم الوضع مثلا الكمادات عليه عشان درجه الحراره؟ احنا عندنا اكثر من طريقه. في ان هو العيان كله يدخل تحت الميه، دي طريقه. انا اقول العيان خلاص انت تاخد الاهله وتاخد تحطه تحت الدش، لو في بانيو يحطه فيه 10 دقائق ربع ساعه، ينام في بانيو مليان ميه. جميل. خلاص ان انا اعمل له كمادات تلج. كمادات تلج دي في ايس باكس، او اجيب تلج تحط في كيس. الكيس ده هنحطه فين؟ هنحطه في الاماكن اللي فيها شرايين تحت الجلد وقريبه، فالدم بيجري فياخد الايه، بقولها للمشاهدين كده، فين تحت الابط. جميل. وفي جانبي الرقبه وفي الظهر وفي اسفل البطن من ناحيه الايه الرجل، المناطق هنا الشريان بتاع الرجل ده بيبقى فيه او خلف الركبه، او خلف الركبه في الجزء ده بالظبط. دي المناطق اللي فيها شرايين كبيره وبيجري فيها الدم، ولما نحط عليها كماده التلج بتمتص الحراره البارده دي وبتلف الجسم، فبتعمل تبريد للجسم. في طريقه تانية كمان انا ممكن اعملها وسهله، ان انا ببلل جسم العيان، خلي ارطب جسمه بميه واشغل عليه مروحه،
ده ما يصيبوش مثلا ببرد او يصيبوا بسخونه. لا هي قصه مش قصه تانية. يعني هو ده اعتقاد خاطئ. انا عشان كده بقول لحضرتك احنا بنتكلم على قصه الكمادات، ان انا لازم انزل الحراره بكل وسائل. انا لو لطفت جسم البيبي ده او المريض او الراجل المريض او الشاب المريض المصاب وخليت هواء مروحه، الهواء جيد سخن دافي، الجو حواليه كله دافي، فهواء مروحه دافي بيشتغل عليه، هو بتبدا المايه دي تتبخر من على جسمه، وهي بتتبخر بتسحب معاها حراره، بتسحب معاها جزء من الحراره زي الارض مثلا ما بيمرش عليها ميه وبيكون فيها. فنفس الكلام انا ببلل جسمه او لطف جسمه بميه واشغل عليه مروحه. يبقى انا عندي اربع طرق هنا للكمادات الميه بعملها، وده اسعاف اولي ببداه على طول بعد ما اي حد ممكن يقوم يعمله في البيت، ممكن نعمل الكلام ده على الاقل خالص يسعف المريض ويحافظ على حالته بدون تدهور، بالعكس بيقلل منها اللي بترتفع وبتاثر على الخلايا العصبيه وبتاثر على المخ وممكن تؤدي الى الوفاه. يعني ناس كتير قوي اليومين دول بيحصل لها صداع بسبب ارتفاع درجه الحراره. في ناس بتبقى اكثر عرضه للصداع، الناس اللي عندها مثلا ضغط مثلا دي بيكون اكثر عرضه. مين الناس الثانيه اللي احنا نقول لها ابعدوا فورا فورا عن اي مكان فيه حراره، حتى لو لازم تنزل ما توقفش فيه؟ انا اصحاب الضغط العالي يبعد عن الحراره والشمس الشديده، الناس مرضى السكر يبعدوا عن الحراره، مرضى الكلى يبعدوا عن الحراره، مرضى نوبات الصرع اللي عندهم مشاكل عصبيه وعندهم عرضه للصرع لازم يبعدوا عن الحراره الشديده وعن الشمس، لان دول الاكثر عرضه واكثر اصابه بضربات الشمس والاضطرابات العصبيه المصاحبه ليها. مين الناس اللي هي يعني دي الناس اللي هي عندها اصابات؟ في ناس ما عندهاش اصابات وجسمها جميل لكن هم اكثر عرضه، يعني ممكن لو حد مثلا بشرته مثلا ولاكل بشرته حساس او بيتاثر بالشمس بشكل كبير او عنده التهابات مثلا في الجيوب الانفيه، وده بنلاحظها كتير، ممكن حد من الحر الشديد يبدا ينزف بسبب وجود ارتفاع في درجه الحراره. احنا اتكلمنا ان احنا اي حد معرض ايا كان سنه، ايا كان صحته كويسه ولا لا، ايا كان عنده مرض ولا لا، معرض لما يتعرض للشمس لفترات طويله او يتعرض لدرجه حراره عاليه مع اماكن سيئه التهويه، ده عرضه انه يحصل له مشاكل منها. احنا اللي بنخاف منه واللي بيؤدي الى الوفاه واللي زود حالات الاصابه اليومين اللي فاتوا هم الناس كبار السن والاطفال، الاطفال اللي ما عندهمش ادراك ولا وعي، طفل عنده 3 4 سنين 5 سنين وبيلعب في الشارع قدام البيت وما عندوش مشكله، هو الساعه 12 الساعه 1 الظهر هو مش حاسس، لكن هو فجاه تلاقيه داخل البيت بقى منهك، عينيه حمراء وجلده ناشف وجفاف، نفسه عالي بينهج جامد، دي كلها اعراض، كل دي اعراض، بيحس بضربات قلب زياده، مش مركز، ده حصل له ضربه شمس من لعبه. فاحنا لازم الاطفال دول لازم نجنبهم الشمس وننبه عليهم يتجنبوا درجات الحراره دي، لان هو مش مدرك. انت الوالدين هنا اللي هم الرقيب هم اللي هي يدلوه. يعني هل في واقي شمس، ماسك، كريمات معينه ممكن في تساعد على ده؟ في حاجات نمتنع عنها؟ في طبعا اللي بالنسبه لحمايه الجلد وال في السان سكرينز وفي حاجات كتير موجوده منها زي دي بتتحط قبل الخروج للتعرض للشمس بتقلل الاصابات الجلد. طب مدتها قد ايه؟ يعني لما انا احط ده مدته قد ايه؟ يعني بيفضل معايا كام ساعه في اليوم وبعد كده بيكون يعني لا قيمه له او بيكون فائدته بتقل؟ يعني هو على حسب جوده الماده اللي بنستخدمها وحسب خامتها، لكن الكلام بحوالين 6 ساعات الوقت اللي ممكن يحصل فيه حمايه للبشره بالكريمات والحاجات دي. انما القبعات زي ما قلنا والشمسيه المظله اللي بيمسكها الانسان هو ماشي، هل ليها مواصفات خاصه؟ يعني مثلا لما حد يروح يشتري كاب مثلا او كاسكيت يعني او ليها شكل معين عشان يحافظ على درجه الحراره؟ اي حاجه هتغطي منطقه الوجه والراس الشمسيه دي، اي حاجه هتغطي وتعمل ظل على الجسم هتقلل درجه الحراره. طبعا يستحسن زي ما اتكلمنا في الملابس نبقى تكون حاجات لونها فاتح بيضة او حاجه زي كده، الحاجات دي لا بتعكس بتعكس الشمس وتقلل درجه الحراره بتاعتها. يعني ده بشكل كبير الحاجات البسيطه اللي احنا الناس ممكن تتخذها عشان ان هي يعني
يعني لما يحصل لها مشكله من هذا القبيل ان هي تبدا فورا تتجه الى الطبيب او تتجه الى يعني عمل اسعافات اوليه بسيطه. يعني في ناس كثيره جدا في هذه الفتره او في هذه الايام بيكون عنده مشكله مثلا في بعض وظائف الجسم اللي هتعمل بشكل جيد، وده بيدخل تحت بند ضربات الشمس. يعني ممكن مثلا يكون عنده مثلا مشكله في الكبد مثلا، فلما يكون عنده مشكله في الكبد ويخرج في الشمس يعني حتى لو مسافه قليله بيحصل له بعض الاعراض. هي الاعراض اللي ممكن تحصل لمريض الكبد ومريض السكر يعني مختلفه تماما عن يعني بتقول ده انت لو عندك سكر ممكن الاعراض دي تحصل لك فخد بالك، لو عندك كبد ممكن الاعراض تحصل لك فخد بالك. هي نفس تتابع الاحداث. مريض الكبد بالذات عنده مشكله في العلاج اللي هو بياخده. يعني هو احنا قلنا امراض المزمنه كلهم اكثر عرضه، يعني لو واحد هيمشي يعني بالشمس يعني هيمشي بالشمس ساعه، انسان بصحته او طبيعي ما عندوش امراض مزمنه هيمشي بالشمس ساعه يصاب بضربه شمس، لكن مريض الكبد لو مشي ربع ساعه ممكن يحصل له الكلام ده. ليه؟ لان هو بعض الادويه اللي بيتناولها وخصوصا ادويه مدرات البول بتخلي جسمه قابل اكثر للتعرض للانهاك الحراري. جسمه طبيعي بياخد مدرات بول بتنزل ميه وتنزل املاح في الجسم، فهو جسمه عنده اكثر عرضه واصابه. والمريض الكبد اللي بيحصل له انهاك حراري او بيتعرض لضربه الشمس ده من اوائل الناس اللي بتدخل في غيبوبه مباشره بسبب ارتفاع درجه الحراره والخلل الايوني وخلل الاملاح في جسمه. جميل. بيكون ليه طريقه تعامل مختلفه طبعا. هو احنا الاسعافات الاوليه دي اسعافات على الناس كلها، كل الناس بتعمل الهدومها وتتعرض مكان هوي والكمادات والسوائل دي لكل الناس، لكن كل مرض له تعامل معاه. مريض الكبد لازم انا بمنع الادويه اللي هو بياخدها المدرات البول في وجود فترات بنظمها في وجود بقى في المستشفى. انا كنت هدفي من السؤال ان انا اوصل لهذه النقطه ان هو لما بياخد حاجات مضره للبول وفي فتره الشمس ممكن الناس تديله ده فيبدا يحصل اضرار البول فيبدا يحصل مفيش اي نظام كده هنمنع عنه. دي المشكله. انا عندي عندي لسته من الادويه بتخلي الجسم اكثر عرضه لضربات الشمس. الناس اللي بياخدوا مدرات بول، الناس اللي بياخدوا مضادات حساسيه لفترات طويله، الناس اللي بياخدوا الادويه اللي بتؤثر على الحاله النفسيه بيقولوا عليها مضادات الاكتئاب او المهدئات، دي حاجات بتخلي المريض ده اكثر عرضه لضربات الشمس. والتشنجات الحراريه اللي ممكن تحصل مع ضربات الشمس نتيجه تناول الادويه دي. فالناس دي كلها ليها تعامل خاص غير الشخص اللي هو بس الكلام ده هيبقى في المستشفى، والناس دي احنا هيبقى عيننا عليها. ان انا مش هستهون اقول لا خلاص انا هعمل له الاسعافات في البيت البسيطه كده وخلاص مش هنروح مستشفى، اتجه فورا للطبيب عشان يراعي الحاله. انا وانس عندي مريض من امراض المزمنه اللي عنده مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، وبدا يدخل في الاعراض قدامي، اعراض الانهاك الحراري او ضربات الشمس، بلا ده يبقى لازم انا اروح مستشفى في اقرب وقت واعرضه على المتخصصين علشان نتابع الحاله سريعا قبل ما تدخل للمراحل اللي هي ما بنقدرش نلحقها بعد كده. يعني بهذه الاجابه المليئه بالحراره وحراره الجو ننهي هذه الحلقه. يعني وقت الحلقه انتهى للاسف، يعني كان نفسنا نكمل ونقول معلومات اكثر وطرق وقايه اكثر، ولكن هذه الحلقه وقتها انتهى. دكتور ياسر ابو سعاده اخصائي امراض البطن والكلى بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين بشكركم لحسن المتابعه، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أخرى لكم مني كل التحية. أنا خالد صار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.